بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأعزاء، آسف إذا كنت بطلع لكم كتير النهاردة، بس أصله يوم حافل حافل جدا. أنا خرجت من اتحاد المطعمين العرب إلى موعدي في مجلس النواب، وعاوز أقول لكم إن أنا ربنا سبحانه وتعالى حقق لنا فتوحا اليوم في مجلس النواب. لا تتصوروا قدر الترحيب والتقدير والإجلال والتعاطف مع كل قضايانا، وعلى وجه التحديد قضية ضريبة القيمة المضافة. اجتمع حولي داخل المجلس في غرفة سيد الأستاذ الوكيل سليمان وعدان، في حضوره وفي حضور الصديق العزيز الأستاذ الكبير بهاء الدين أبو شقة، والأستاذ أحمد حلمي الشريف، والأستاذ هاني أباظة. مهما عدت لكم أنا إذ بيه أجد نفسي وسط كتيبة من نواب البرلمان يتعاطفون معنا ويتفهمون حجتنا ويتفهمون ظروفنا. وأنا الحمد لله وفقت في أن أشرح لهم حقيقة المطلب. ليس لنا اعتراض على قانون ضريبة القيمة المضافة، ولكننا وجه مطالبتنا مع بقاء القانون ولا دخل لنا هو ما يتصل بنا كمحامين. وشرحت كيف انه التشريع الذي صدر اقر باستبعاد الاطباء من هذه الضريبة، وعشان تبقى الحكاية دي واضحة وقد اوضحتها، هي الضريبة غير مفروضة لا على الطبيب ولا على المحامي، إنما هي مفروضة على عميل الطبيب وعلى عميل المحامي، ومفترض أن يقوم الطبيب باستئدائها من المريض وأن يقوم المحامي باستئدائها من العميل الذي يتجه إليه. دي فلسفة القانون. فأنا تساندت إلى أن التشريع ومجلس النواب قد استبعدوا الأطباء من واجب استئداء هذه الضريبة من عملائهم، أو بالأحرى مرضاهم، تقديرا لحقيقة أن المريض في حال الضرورة وأنه غير مقبول وغير متصور حين يلجأ المريض إلى الطبيب أن يطالبه بأن يسدد مبلغا ما لحساب الحكومة. وذكرت، ودعوني أقول، أن هناك اقتناع واضح بما ذكرت، أن هناك اتحاد العلة فيما بيننا وبين الأطباء، بل إن العلة أكثر تحققا فيما يتعلق بنا عملاء المحامين. ما بين واحد مهدد في حياته قد يحكم عليه بالإعدام، وما بين واحد مهدد في حريته قد يحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد أو بالسجن أو بالحبس، وهناك مظلوم واقع عليه ظلم وحيف وجور، وهناك من يتطلع إلى المطالبة بحقه. مفيش واحد بيروح للمحامي إلا وهو في أزمة حقيقية يلوذ بالمحامي كي يستنقذه مما هو فيه. يبقى حالة الضرورة التي قيل إنها موجودة، وهي موجودة بالنسبة لمرضى الطبيب، موجودة وأكثر بالنسبة لكافة عملاء المحامين، وأنه لذات العلة يتعين مساواة المحامين بالأطباء. ودعوني بلا مبالغة أنقل لكم أنني ما غادرت البرلمان إلا وقد جندت كتيبة من عيون أعضاء مجلس النواب مقتنعة بقضيتنا، وسوف تتبناها وسوف ينقلون إلى الأستاذ الدكتور علي عبد العال، لأنه إلى أن غادرت لم يكن قد عاد من الكويت التي سافر إليها صحبة السيد الرئيس كيما يعزياني في الأمير أمير الكويت الراحل رحمه الله وطيب ثراه، جزاء ما قدمه للأمة العربية. دعوني أقول إنني قد عدت مرضيا متفائلا مقتنعا بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب،
وأعدكم وكما كنت وسأظل في خدمة قضايانا، وأنني قد جندت نفسي ونظرت حياتي لخدمة المحاماة والمحامين. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.